وأنت تتحدثين معنا يا خولة، وردنا عاجل بحسب ما نقل تلفزيون فلسطين، فإن الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء بغزة خلال ساعة واحدة. هل لديك أي تفصيلات وإن كان الخبر عاجل يا خولة؟ نعم، إسرائيل تحاصر المشفى منذ أكثر من 8 أو 9 أيام فعلياً، وهي تحتجز كافة الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين والأطفال الخدج. وقد أعلن سابقاً عن وجود وفيات في صفوف أفراد العناية المكثفة تحديداً، بالإضافة عن توقع أن يكون هناك وفاة كاملة لكافة المتواجدين في قسم غسيل الكلى تحديداً والأطفال الخدج. وفيما يبدو أنها مطالبة لإجلاء الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي من أجل أن تتحول هذه المستشفى من قبل الجانب الإسرائيلي، أو هي فعليا محولة إلى ثكنة عسكرية، ويتم إطلاق النار على كافة الموجودين بشكل مباشر مع منعهم لفتح النوافذ أو منع التحرك على الإطلاق. لذلك هذه المنطقة الآن فعليا تعتبر منطقة أمنية عسكرية، وهناك احتجاز لعشرات الجثامين التي كانت ملقاة في باحة مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي يبدو أن إسرائيل تمارس سياسة جديدة في عملية أخذ الجثامين، بالإضافة إلى عملية التنكيل بكافة المتواجدين داخل مجمع الشفاء. خولة، ونحن نتحدث عن هذا العدد الكبير، عن الآلاف من المدنيين من النازحين والمرضى والقطاع الطبي داخل مستشفى الشفاء، في حال سمحت الجيش الإسرائيلي بخروج كل هؤلاء، وهناك تقارير تتحدث عن 10,000 شخص، هل ساعة واحدة كافية لخروج كل هؤلاء؟ للأسف أنه ليس المشكلة في التوقيت، إنما المشكلة في أعداد المرضى والمصابين والذين يحتاجون إلى تنسيق من قبل الصليب الأحمر وإلى مؤسسات أعتذر صحة يا خولة. نعم، إذن وأنت تتحدثين نحتاج إلى وجود لربما تأخذين أنفاسك. أعيد الخبر العاجل، تلفزيون فلسطين بحسب ما نقل يقول إن الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء بغزة خلال ساعة واحدة، وبحسب ما يريدنا من أنباء هناك نحو 10,000 شخص عالقين داخل مستشفى الشفاء، من بينهم مرضى ومصابين وطاقم طبي والآلاف من النازحين واللاجئين داخل المجمع. والجيش الإسرائيلي يتحدث عن ساعة واحدة فقط لإخراج هؤلاء. كانت تحدثنا خولة قبل ثوان عن أن المشكلة بآلية التنسيق لإخراج المرضى والمصابين من داخل المستشفى.